بعثة المينورسو، بعثة دولية شكلتها الأمم المتحدة سنة 1991 لتطبيق خطة تسوية وضعتها المنظمة لحل مشكلة الصحراء الغربية بالاتفاق مع طرفي النزاع فيها، ومن أبرز مهماتها تنظيم استفتاء لتقرير مصير السيادة على الصحراء. تأسيسها ومقرها تعود بداية التفكير في إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لسنة 1985، حين قرر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيريز دي كويلار بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية إرسال بعثة مساعٍ حميدة للبحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية. وقد توصلت البعثة إلى مقترحات للتسوية قبلت في 30 من أوت 1988 من طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو. وفي سنة 1990 اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام 213/60 الذي تضمن النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها. وفي 29 من أبريل 1991 قرر مجلس الأمن في قراره رقم 690 أن ينشئ البعثة وسماها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو. وفقا لتقرير الأمين العام الذي فصل بشكل أكبر خطة تنفيذ التسوية الأممية، وقد نصت الخطة على اعتماد فترة انتقالية يتولى المبعوثون الأمميون للصحراء الغربية خلالها المسؤولية التامة والمنفردة عن كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء الذي سيختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال عن المملكة المغربية أو الاندماج معها. وهو الاستفتاء الذي كان مقررا إجراؤه في جونفي 1992 وحالت عثرات كبيرة دون تنفيذه. يوجد مقر البعثة الرسمي في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، ولها مكتب ارتباط في تندوف جنوب غربي الجزائر، حيث يوجد مقر قيادة جبهة البوليزاري ومخيمات اللاجئين الصحراويين الداعمين لها، لمواصلة الاتصال مع السلطات الجزائرية والبوليزاريو. وتوزع البعثة العديد من عناصرها الأمنية والإدارية على عدة أماكن أخرى داخل الصحراء الغربية مثل السمارة وأسرد في القسم الواقع تحت حكم المغرب، وتفاريتي وميجك وبير لحلو في المناطق التابعة لجبهة البوليزاريو. أهدافها، قرر الأمين العام للأمم المتحدة دي كويلار أن وقف إطلاق النار الرسمي بين المغرب وجبهة البوليزاريو يجب أن يصبح نافذا في 6 من سبتمبر 1991 حسب الاتفاق بينهما لكي تبدأ الفترة الانتقالية التي نصت عليها التسوية الأممية. وقد أيد مجلس الأمن اقتراح الأمين العام وصادق على توزيع أكثر من 100 مراقب عسكري إضافة إلى موظفين للدعم الإداري واللوجستي في الصحراء الغربية للتحقق من تطبيق الطرفين لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق، وذلك تحت أحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا اقتصرت المهمة الأساسية لبعثة المينورسو بداية على التحقق من وقف إطلاق النار عبر مراقبة تموقع الجانبين على طرفي الحاجز الأمني الذي بناه المغرب سنة 1980، ويفصل الجزء الصحراوي المدار بواسطة المغرب عن المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليزاريو. وحين أنشئت لجنة التحقيق من الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية في ماي 1993، بدأت بعثة المينورسو تنظيم عملية تحديد هوية الناخبين الصحراويين الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء الخاص بتقرير المصير، وتذليل ما يعترض العملية من صعوبات إجرائية وميدانية، إضافة إلى سعيها لصياغة حل سياسي دائم ومتوافق عليه بين أطراف النزاع في قضية الصحراء. تتضمن أهداف البعثة ومسؤولياتها أيضا دعم عدد من برامج المساعدات للتعامل مع أوضاع العائلات الصحراوية المشردة. وكثيرا ما أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب يتجه لدعوة الأمم المتحدة إلى إنهاء عمل بعثة المينورسو في مناطق الصحراء الغربية التي يحكمها، خصوصا بعد التقرير الذي وجهه الأمين العام للمنظمة بان كي مون في أبريل 2015 إلى مجلس الأمن. وقد أوصى بان كي مون في تقريره هذا بمراقبة دائمة لاحترام المغرب والبوليزاريو لحقوق الإنسان في الصحراء بشكل دائم ومستقل وغير منحاز، وهي المراقبة التي يتوقع مراقبون أنها ستسند حال إقرارها إلى بعثة المينورسو. هيكلتها وتمويلها، تتكون بعثة المينورسو حسب تجديد تفويضها الصادر في 30 من جوان 2015 من 110 عسكريين وأمنيين، 26 عسكريا و6 من الشرطة و178 مراقبا عسكريا،
84 من الموظفين المدنيين الدوليين، و162 من الموظفين المدنيين المحليين، و12 من متطوعي الأمم المتحدة. لقد كان المقرر أصلاً أن يتراوح حجم الشق المدني في البعثة ما بين 800 و1000 شخص على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الانتقالية، بينما يبلغ الشق العسكري حوالي 1700 فرد، ووحدة الأمن حوالي 300 ضابط شرطة. وتتوزع جنسيات الأفراد العسكريين على 34 دولة، من بينها روسيا، الأرجنتين، أوروغواي، إيرلندا، ألمانيا، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، نيجيريا، هندوراس، المجر، اليمن والهند. أما أفراد الشرطة فهم من بلدان مصر والأردن واليمن والأرجنتين. تتولى الأمم المتحدة تمويل بعثة المينورسو، وقد بلغت ميزانيتها المعتمدة للسنة المالية الواقعة بين جويليا 2014 وجوان 2015 قرابة 56 مليون دولار أمريكي.